أعزائي المشاهدين، مساء الفل عليكم. إزيكم وعاملين إيه؟ في قلب أحداث الشركات التكنولوجيا خاصة سامسونج وأبل اللي بتتصارم مع بعض عشان تطلع أحلى ساعة سبورت أو رياضية للناس، شاومي كمان برضو بتخش بتقلها في السباق ده. أعلنت عن الساعة بتاعتها اللي معانا النهاردة، الواتش الاس 4 سبورت، في المؤتمر الأخراني بتاعها. وبصراحة لما أنا شفت الساعة وكمان شفت سعرها اتفاجئ. الساعة بتقدم لك بقورة وقوة ومواصفات روعة، خاصة لو انا قلت لك كمان ان هي كمان مجهزة بالـ ESIM او الشريحة الالكترونية اللي بتبقى في الموبايل بالظبط. الساعة بصراحة بتقدم لك مواصفات قوية وصد سعر مش هتتخيله، قليل جدا. شياكة في التصميم، قوة في الاداء، كل حاجة تتخيلها، حتى طبقات الحماية، حتى استخدامها وطريقة معالجتها للبيانات. هنستعرض مع بعضنا النهاردة الساعة دي، هنشوف اللي ليها واللي عليها، هنقف على نقاط الضعف والقوة ونشوف سلبياتها وإيجابياتها، وفي آخر الحلقة بقول لكم بريف بسيطة عن الساعة وسعرها كمان عشان لو حضرتك عايز تشتريها وهتشتريها على فكرة. المهم، القناة يا جماعة، القناة أمانة ما بين إيدين حضراتكم، اشتراككم في القناة مهم جدا، هو ده شكركم بصراحة لينا على المجهود اللي احنا بنعمله. تفاعلكم بصراحة على الحلقة عشان تعرف خوارزميات اليوتيوب يبقى متشكر جدا وعلى راسي من فوق. يلا مع بعض نستعرض الساعة التحفة اللي من شركة شاومي واللي أعلنت عنها مؤخرا في مؤتمرها، وهي الشاومي الووتش الاس 4 أو 4 السبورت أو الرياضية الجديدة. أنا أخوكم أشرف عرفان ودي قناتكم أنتوا، قناة ثاندر ليجند. يلا أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم، اخباركم ايه، يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. الشاومي ووتش اس 4 او اس 4 سبورت او الرياضيه الجديده اللي قال عليها المدير التنفيذي للشركه هي افضل واجمل واروع واقوى ساعه تم انتاجها من شركه شاومي. انتوا هتفاجئوا بالخصائص اللي انا هذكرها لكم واحنا ماشيين فيها، مش بس كده كمان، او احنا بنراجعها، مش بس كده كمان، لا، ولما تعرف كمان سعرها في الاخر هتفاجئ كمان. يكفي ان هي اصلا مجهزه بالالكترونيك او الاي الاس اي ام، وكمان بتشتغل سنسور او كمفتاح لعربيات شاومي، ان انت تقدر تظبط الكي او الباس كود بتاع العربيه عليها، بحيث ان انت لما تيجي تقرب منها تبقى عامله بالظبط زي المفتاح الكهربائي اللي معاك بتاع العربيه، فتفتح العربيه ليك. المهم، هنراجع الساعة دي بالتفصيل. عشان أفكركم يا جماعة، الاشتراك في القناة مهم جدا، سبسكرايب، لايك، الشير، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. يلا مع بعض نستعرض الساعة التحفة شاومي ووتش اس 4 سبورت جديدة، يلا بينا. شكل الساعة مبدئيا شيك جدا، كبيرة، هي في الحقيقة مش مدورة، الهيكل بتاعها مضلع سوماني كده نواة، اما في الاخر الكاتينة نفسها او الشكل دائري، الشكل الشاشة بتاعتها دائرية. على اليمين لو هي في وشك او مواجهة ليك، في ثلاث زراير على اليمين، زرارين فوق وتحت، دول للكستمايز او ان انت تخصصهم لحاجة، والزرار الرئيسي اللي هو الكراون او الدوار الجانبي اللي فيه اللون البرتقاني الشياكة. من الظهر فيه السنسورز بالكامل، ومعمول او من الظهر معمول من السيراميك او من الياقوت الكريستالي المضاد للصدمات وللخدوش. الساعه اعلن عنها في 19/7/2024 واتطرحت للبيع في نفس اليوم، وده كان يوم الاعلان على المنتجات الباقيه زي الفليب والفولد والبادز. ابعاد الساعه ايه؟ 46.9 × 46.9 × 12.6. الوزن المقدر ليها 49 جرام، من الامام ومن الخلف محميه من الكريستال الياقوتي، والهيكل بالكامل من التيتانيوم، فبيدي قوه ومتانه. الساعه مجهزه بالالكترونيك الاي الاس اي ام، ودي حاجه حلوه جدا فيها زي التليفونات، يعني تقدر ان انت تاكتفها على الاي الاس اي ام. طبعا بتيجي طبعا مضاده طبعا للميه، ووتر بروف بمعيار 5 اي تي ام، 40 متر دايفنج بقى وغوص وسباحه، يعني عيش حياتك معاها في الميه.
بالنسبة للشاشة بتاعتها، الشاشة بتاعتها بتيجي من نوع الاموليد، النتس بيوصل ل 2200 نتس، قوة سطوع عالية قوي قوي قوي، يمكن اعلى ساعة دي لغاية دلوقتي انا شايف قوة السطوع دي فيها. مساحة الشاشة 1.43 انش، وريزوليوشن شاشة 466x466، وكثافة بكسلات 326 بكسل لكل انش، يعني كمان درجة كمان الالوان بتاعتها مشبعة بطريقة جميلة جدا. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا اللي هو الياقوت الكريستالي الزجاجي. السيستم اللي بينزل فيه الساعة دي هايبر او اس، وده تحفة. الساعة ما بينزلهاش كروت ميموري، ولكن بتنزل ب 32 جيجا بايت ذاكرة، اما الرامات فبتوصل ل 4 جيجا بايت رام، ودي حاجة حلوة ليها، وفي منها على فكرة 2 جيجا بايت. نيجي بالنسبة للساعة نفسها، فهي مجهزة طبعا بمايك وسبيكر، طالما اصلا فيها الاي او الالكترونيك اس اي ام. الواي فاي للاسف هي مش مجهزه واي فاي، ده يعتبر اول عيب، ولكن البلوتوث بتاعها 5.2. طب ما كان 5.4 حلو، مش فاهم يعني. المهم مجهزه طبعا بجي بي اس دول باند، والان اف سي فيها موجوده، والان اف سي كمان الكار كي سبورت، يعني هي بتدعم مفتاح العربيه اللي هو المستشعر او الالكتروني. الراديو طبعا ما فيهاش، واليو اس بي ما فيهوش، لان هي بتتشحن عن طريق الماجنتيك البن، يعني الماجنتيك بتاعها عباره عن دايره كده، او الشحن بتاعها عباره عن دايره كده فيها البنات، لان هي بتتشحن عن طريق البنات ديت او السنون دي بتتشحن بيها، مش ماجنتيك وايرلس. فيها جميع السنسورز الموجوده في جميع الساعات اللي موجوده، يمكن اعلى من كده كمان، يعني بتقيس درجه الحراره، بتقيس تشبع الاكسجين، بتقيس ضربات القلب، بتقيس الضغط، بتقيس الارتفاعات، بتقيس الضغط الجوي، بتقيس وانت بتتسلق. تحفة في الحتة دي. مجهزة طبعا زي ما انا قلت للـ NFC Car Key Support للعربيات بتاعت شاومي، خاصة شاومي الجديدة اللي هي الـ SU7 الجديدة، وعاملين على فكرة اللوتس كار، يعني عاملين على عربيات اللوتس برضو ان انت تقدر تأكتفها عليها. طيب الساعة نفسها البطارية بتاعتها 586، وزي ما بتقول الشركة 586 ملي أمبير، وزي ما بتقول الشركة هي ممكن تكفي معاك من 10 ل 15 يوم. بينزل منها اللون بتاعها تيتانيوم، ولكن بينزل الستيك بتاعها في مختلف بقى، في عندك اللي هو الرابر، وفي عندك اللي هو اللي بيبقى عامل زي الرياضي، وفي عندك الألوان اللي هو الأورنج بقى والرمادي والكلام ده. سعر الساعة وقت تسجيل الحلقة دي 250 يورو، يعني تقريبا احنا بنتكلم في 13000 جنيه. بالمواصفات دي على فكره ساعات كتيره جدا موجوده في السوق بتعدي 26000 جنيه ده بالمصري، و250 يورو ده يعتبر على فكره سعر قليل جدا جدا. الساعه اولا بتتاكتف عن طريق البرنامج في التليفون، بتديك اكتر من 150 نوع رياضه، فيها سنسورات عاليه جدا، الساعه قويه، طبقه الحمايه عاليه جدا ضد الخدوش، ويمكن الفيديوهات اللي انا كنت بوريها لكم كلها بالكامل ان هي ضد الخدوش. سلبيات التليفون، سلبيات الساعه نفسها، اولا الساعه بس فيها سلبيه ان هي مش بتدعم الواي فاي والبلوتوث بفيرجن متاخر، ما دون ذلك الساعه روعه 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 جدا وتحفه، وفعلا تعتبر احلى واجمل ساعه موجوده حتى الان في السوق. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون المعلومات فادت حضراتكم. مش هنسى افكركم الاشتراك في القناه مهم جدا، السبسكرايب اللايك الشير في كل مكان، والكومنتس وعرضها عليكم على طول، وزر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. التفاعل الحلقه يا ريت عشان تعرف خوارزميات اليوتيوب لو سمحتم. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.